النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ال related angles. المقصود بال related angles هما two angles their sum or difference multiple of 90. example الكلام ده عندنا angle 210 و angle تانية 30. ال two angles دول لو عملتلهم subtraction 210 minus 30 هيدينا 180، وال 180 دي multiple ال 90 لأنها equal 90 time 2. ناخد example تاني 150 و 30، هنا عملنا difference. طب هنا نعمل لو عملنا difference هيطلع 120 مينفعش بقى 90. طب نعملهم sum هيطلع 180 برضو اللي هو 2 time 90، يبقى هو multiple لل 90. خدنا في تالتة اعدادي special angles زي ال 30 وخدنا ال 45 وخدنا 60. وخدنا الحصة اللي فاتت الزيرو طبعا وال 90 وال 180 وال 270 وال 360. الدرس بتاع related angles بيتكلم عن angles معينة example ليها 120. فاللي مطلوب مني ان انا اجيب 2 angle من دول ويدينا ال 120. احنا عندنا 2 methods. ممكن اجيب ال 90 بلس ال 30. لو قلت ال 90 بلس ال 30 هيدينا 120. وممكن اقول 180 minus 60 يبقى برضه 180 minus 60 هيدينا 120. رقم تاني angle 150 في طريقتين. طب ال 150 ممكن اعمل ال 90 بلس ال 60 او اخليه 180 minus 30. طبعا الانجل دي احنا عندنا 120، هنا عندنا اليون سيركل، هنا دي 0 خدنا الحصه اللي فاتت 90 دي 180. طبعا ال 120 lies in second quad، فالسكند كواد دوان between ال 90 وال 180، فاقول 90 بلس او 180 minus. لو خدنا رقم زي انجل 210، طب ال 210 دي greater than ال 180 وليس than ال 270، فاقول 180 بلس او 270 ماينس. فاقول ان هي 180 بلس بلس كام؟ لما نعمل 210 ماينس 180 هتدينا 30، او 270 ماينس 210 او 270 ماينس 210 هيدينا 60. انجل تالت او انجل كمان 240. طب 240 جريتر ذان 180 وليس ذان 270 لايز ان ثيرد كواد، يعني 180 بلس او 270 ماينس، فهي 180 بلس او 270 ماينس. 180 بلس نعملهم الاثنين ماينس يدينا 60، وهنا يدينا 30. نيجي الانجل ثالثه 300. طب 300 عباره عن ايه؟ عباره عن 270 بلس او 360 ماينس. طبعا الماينس هيبقى 60، وبرده من الانجل المشهوره 315 وبرده 330. 315 في الفورس كواد هقول ان هي 270 بلس ال 45، وهنا او ممكن نقول 360 ماينس ال 45. 330 برده في الفورس هقول ان هي 270 بلس 60 او 360 minus 30. لو خدنا بالنا من كل الارقام دول كلهم special angles تمام كده. وهنا الارقام دي اللي احنا جبناها من اليونيا سيركل الحصة اللي فاتت. لو خدنا بالنا من الانجل اللي احنا عملناها دلوقتي هنلاقي ان احنا ممكن نعمل ال 90 بلس او ال 180 minus او 270 بلس او minus، وهنا 360 ماينس. طبعا هنا ممكن بلس. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا عندنا لما يكون رقم 90 او 270 فلو شلنا الزيرو ده رقم اود. طب الاود ده بيعمل ايه؟ بيعمل تشينج للساين بيخليها كوساين، والعكس الكوساين تبقى ساين. طيب لو هي تان هتبقى كوتان، ولو كوتان هتبقى تان. طب لو هي سك بنزود لها كو هتبقى كوسك، والكوسك العكس تبقى سك.
لو بصيت ال 180 و 360 دي even function، يعني لو شلنا الزيرو هنا 18 و 360 فبتطلع same function. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الساين مع ال 180 او 360 هتطلع ساين، الكوساين هتطلع نفس الكلام، التان no change هتطلع تان، السك هتطلع سك and so on، والكوسيك هتطلع كوسيك، والكوتان هتطلع كوتان. طب نشوف examples للكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي. هنا عندنا sin 240. احنا عندنا اول حاجة لازم نفتكر ان احنا عندنا 4 quad، ده الفيرست وده السكند. هنا عندنا الفيرست السكند الثيرد الفورس. خدنا الحصة اللي فاتت هنا all trigonometric function positive، وهنا الساين والكوسيك، وهنا التان والكوتان، وهنا الكوساين والسيك. هنا بيقول لي 200 ساين 240، فانا بحلها ازاي؟ اول حاجة الساين هنا 240 ده between 180 و 270، يعني في السيرد، لكن السيرد الساين فيها مش موجودة بتاعت التان، يبقى الحل هيطلع عندي نيجاتيف. وامسكها اقول افكها ساين 240 يبقى 180 بلس 240 ماينس 180 هيبقى 60. احنا عرفنا ان هنا الريزلت هتطلع نيجاتيف، وهنا ده رقم ايفن فبشيل 180 بلس هيطلع نيجاتيف ساين 60، والساين 60 بالكالكوليتر اللي هو نيجاتيف روت 3 اوفر 2. اللي بعد كده كوساين 5 باي اوفر 3 هنخليها كوساين، الباي ب 180 تبقى 5 تايم 180 اوفر 3 هتطلع 300، بقى رقم عندي كوساين 300. طب ال 300 ده فين؟ بين ال 270 و 360 في الفورس، الكوساين في الفورس بوزيتيف، يبقى احنا عرفنا الريزلت هتطلع بوزيتيف، هنفكها تبقى كوساين ال 300 هتبقى 360 ماينس 60، واحنا عارفين انها بوزيتيف هتبقى كوساين 60، وكوساين 60 اللي هي ايكوال هاف كوساين 570، هنا دي مور ذان 360 هنعملها ماينس 360 هتطلع كوساين 210 السيرد، السيرد الكوساين فيه نيجاتيف، يبقى احنا عندنا الحل هيطلع نيجاتيف، ونقول كوساين عادي بنقول 180 بلس 30 يبقى هنقول نيجاتيف كوساين السيرتي، وكوساين السيرتي روت 3 اوفر 2 يبقى نيجاتيف روت 3 اوفر 2. طبعا هنا كنا ممكن نفك كل الكلام ده، هنا مثلا 240 ممكن اعملها 270 ماينس 30، بس ال 270 اوت فهتغير الساين لكوساين فممكن اغلط. نفس الكلام هنا دي كانت 210 ممكن اعملها ال 110 هنا 270 ماينس 60، لكن 270 اود فبرضه هتغير الكوساين، فاحنا نخلينا ايه في السيف سايد ونخليها ارقام ايفن، يعني 180 ماينس وبلس و 360 ماينس. هنا دي تان نيجاتيف 150، هنا ده 1 نيجاتيف هنعملها بلس 360 هتطلع تان 210. الاول نعمل ديترمن للكواد في السيرد، والسيرد ده بتاع التان، يبقى احنا عرفنا ان الريزلت هيطلع بوزيتيف، تبقى دي تان زي ما هي، ونفك 210 بنقول ان هي 180 لانها في السيرد بلس بلس 30 هتطلع تان، واحنا عارفين انها بوزيتيف، تان 30 وتان 30 اللي هي 1 اوفر روت 3 او روت 3 اوفر 3 بالكالكوليتور نفس الريزلت. ساين 120 فين ال 120 في السكند؟ طب الساين فيها بوزيتيف، يبقى احنا عرفنا الريزلت بوزيتيف، ونفك دي عادي ساين نخليها السكند 180 ماينس اللي هي هتطلع ساين 60، وساين 60 اللي هي روت 3 اوفر 2 كوساين 135 بين ال 90 وال 180 في السكند، لكن الكوساين في السكند نيجاتيف، وهنفك الكوساين عادي في السكند 180 ماينس 180 ماينس ال 45 هيطلع نيجاتيف، كوساين ال 45 اللي هو نيجاتيف 1 over root 2 او negative root 2 على 2 زي ما الكالكوليتر بيقول. هنا cosine negative 240 هنعملها plus 360 هتطلع cosine 120.
طب ال 120 دون في السكند الكوساين فيه نيجاتيف، طب ال 120 180 ماينس، يبقى نقول كوساين 180 ماينس ال 60 هيطلع نيجاتيف، كوساين ال 60 وكوساين ال 60 بهاف، بس في نيجاتيف نيجاتيف هاف. هنيجي للي بعد كده 15 باي اوفر ال 4، عارفين ان الباي في ديجري ميجر ب 180 هتبقى ايكوال 6 زي ما هي 15 تايم 180 اوفر ال 4 بالكالكوليتر هتطلع 675، لكن دي جريتر ذان 360 ماينس 360 هتطلع 315. 315 جريتر ذان 270 وليس ذان 360 يعني في الفورس، والسيك في الفورس بوزيتيف، يبقى احنا عرفنا الريزلت هيطلع بوزيتيف. يبقى هنكملها، يبقى هنقول سيك 360 ماينس ال 45 واحنا عارفين انها هتطلع بوزيتيف، سيك 45 ال 45 الكوساين بتاعتها 1 اوفر روت 2، يبقى انها هتطلع في الاخر الريسبريك بتاعتها روت 2. نيجي لاخر حاجه خالص اللي هي الكوتان 135 سوري، الكوتان 135 دون في السكند، الكوتان فيه نيجاتيف لان دون الكوتان بتاع السيرت لكن السكند هو الساين، يبقى احنا عارفين انها تطلع نيجاتيف، وهنعمل كوتان 180 ماينس ال 45 هيطلع كوتان ال 45، وما ننساش ان هي بالنيجاتيف، كوتان 45 الريسبريكال بتاع التان 1 هتطلع في الاخر نيجاتيف